السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا كل المتابعين، كل عام وأنتم بخير. حلقة جديدة النهاردة إن شاء الله مهمة، كلمت عليها قبل كده في فيديو تاني لكن هرجع أتكلم تاني، وهي عن الـ كارنتين. لكن لو أنت أول مرة تخش القناة بتاعتي وما تعرفنيش، أنا دكتور إسلام فراج ودي قناتي وقناتكم داء ودواء. أتمنى كلكم تستفيدوا وإن شاء الله تعملوا سبسكرايب ولايك وتشير عشان مش يفوتكم أي حاجة من المحتوى بتاعي إن شاء الله. حلقة مهمة النهاردة هي عن الـ كارنتين. الـ كارنتين طبعا ده من ضمن المكملات الغذائية اللي انتشرت بشكل كبير في فترة من الفترات، وإلى حد الوقت اللي احنا فيه دلوقتي الـ كارنتين بيستخدم في مجال الرياضة كمال أجسام ومجال الطب أو الميديكال. الـ كارنتين برضو عشان خاطر مش هطول عليكم ومش يعني الموضوع ما يبقاش معقد، الـ كارنتين ده حمض أميني بينتج داخل الجسم. طيب الـ كارنتين ده بيعمل ايه؟ بيحول الدهون لطاقة، ازاي؟ هنتكلم فيما بعد. لكن الـ كارنتين ده يعني زي حصل عليه لغط او خلافات، او يعني ناس كتير اختلفت في وظائفه او في شغله او كده، يعني هو له وظائف كتير بالنسبه لمجال التغذيه او التخسيس او الكلام ده كله. الـ كارنتين ناس ازعمت ان هو بيساعد على فقد الدهون، لكن خلال الحلقه دي هنعرف حاجات كتير انت اول مره ما تعرفهاش عن الـ كارنتين. عشان خاطر كده اعمل سيف للفيديو ده عشان خاطر لما تيجي تشتري الـ كارنتين تكون عارف انت الـ كارنتين هتجيبه ليه، وكمل معايا الفيديو للاخر. طيب مين اللي بياخد الـ كارنتين ده؟ الـ كارنتين ده بياخده الناس اللي عندها مستويات قليله من الـ كارنتين، بتبقى مثلا حاجه جينيه او وراثيه بيبقوا مولودين بيها فبيضطر ان هم ياخدوا الـ كارنتين. الحاجه الثانيه في حاله امراض القلب والشرايين لازم ولابد ان هم ياخدوا الـ كارنتين او الحمض الاميني الـ كارنتين، لانه بشكل كبير بيساعد على تعزيز الكفاءة والقدرة للقلب وللشرايين. الحاجة التانية زيادة نشاط الغدة الدرقية، ده برضو الأطباء أو الفيزيشنز بيقولوا أو بيخلوا المريض يشتري الـ كارنتين ويستخدمه ويستعمله كدواء. يعني الناس اللي عندها عقم بالذات الرجال واللي عندها أمراض ذكورة يعني ما بتخلفش بالذات في السنة الأولى من الزواج. ليه بقى اشمعنى السنة الاولى؟ لان السنة الاولى دي قد لا يصادف ان يحصل فيه حمل، قد يكون فيه سوء تغذية او نقص تغذية، قد يكون الـ كارنتين مستوياته مش عالية في الجسم، قد يكون الزنك مستوياته مش عالية في الجسم، ما صادفش برضو ان يحصل فيه حمل، فده بيحفز الامر شوية. اول سنة بس بعد السنة الاولانية بنبدأ نخش في مرحلة العقم اللي بجد بقى، ويعني نشوف ايه المشكلة، يبقى فيه مشكلة. لان خلال اول سنة لو ما فيش حمل ممكن ما نقولش ان في مشكله، انما بعد كده ممكن يبقى فيه مشكله. طيب الـ كارنتين ده مفيد ايه؟ مفيد للقلب ومفيد للدماغ ومفيد للشرايين، والكلام ده كله وفقا لموقع ويب ميد. يعني ويب ميد قال ان الـ كارنتين ده دي تعتبر كل الحاجات المهمه دهون. في الحقيقه انتوا هتلاقوا محتويات كتير على اليوتيوب وعلى جوجل وده كله ان بتشرح الـ كارنتين وبتوضح وظائف الـ كارنتين واللي هو مفيد للقلب وللشرايين وللدماغ ومفيد للناس اللي عندها اوتيزم والناس اللي عندها مشاكل في الكليه، وبصوا هو والناس كمان اللي عندها مشاكل نفسيه. الـ كارنتين حمض اميني مهم جدا جدا، لكن احنا عايزين نستخلص منه الامر الخاص بالتغذيه، ازاي الـ كارنتين بيساعد على حرق الدهون. انا زي ما انا قلت في اول الفيديو ان الـ كارنتين بيساعد على تحويل الطاقه الى تحويل الجزيئات الدهنيه او الدهون الى طاقه، تمام. الـ كارنتين بيعمل ايه بقى؟ بياخد الاحماض الدهنيه دي يدخلها جوه الخليه، الخليه تستخدمها، فجوه الخليه معمل او معامل انشاء الطاقه، الخليه بتنتج طاقه وحدات طاقه، بتستخدم الاجزاء الدهنيه دي وتحولها لطاقه. فده كان خيط العلماء او الباحثين استخدموه في ان الـ كارنتين قد يكون له دور فعال في حرق الدهون، تمام. طيب مجموعة من التجارب تمت على البشر علشان خاطر تشوف فعالية الـ كارنتين، وهل الـ كارنتين ده شغال كويس وبيساعد على حرق الدهون ولا ما بيساعدش على حرق الدهون والكلام ده كله. اول تجربة، طبعا انتوا عارفين ان الجسم الانسان معقد يعني وكل انسان او جسم كل بني ادم مختلف عن التاني، التخين غير الرفيع، الطويل غير القصير، الاسمر غير الابيض، اللي عايش فوق غير اللي عايش تحت، اللي درجة الحرارة عالية غير اللي عايش في درجة حرارة قليلة، اللي قريب من البحر غير اللي
بعيد عن البحر، العيش في الصحراء، يعني الامر مختلف تماما. التغذيه، العوامل البيئيه، كل واحد اموره او في جسمه يعني بشكل عام مختلفه تماما عن الاخر، يعني كل واحد حتى استقباله، هضمه، وظائفه الداخليه، كفاءه الشغل بتاع الاجهزه بتاعته مختلف تماما عن عمره، سنه، جنسه، نوعه، حاجات كتير بتحدد مدى ان الانسان فعلا كل شخص مختلف. سبحان الله، ربنا خلقنا كل واحد مختلف عن التاني. فهم عملوا اول تجربه، التجربه خدت 8 اسابيع على 38 سيده، اتمرنوا لمده 4 ايام، يعني 8 اسابيع، 38 ست، مرنوهم 4 مرات في الاسبوع، 4 مرات يوميا، ممكن كل مره مثلا 15 دقيقه 20 دقيقه. لاحظوا ان مفيش اي اختلاف بينهم وبين الناس اللي خدوا ال كارنتين في نقص الدهون، فالامر قد يكون عادي خالص، وال ال كارنتين حمض اميني بيساعد على رفع كفاءه الوظائف الحيويه داخل الجسم. تمام، ده ما ينصش ان ال كارنتين ما بيساعدش، لكن احنا بنقول ان هو دي تجربه من ضمن التجارب اللي حصلت. تمام، في تجربة تانية أو في دراسات تانية اتعملت، يعني هو حوالي 9 دراسات اتعملوا على أشخاص، يعني آسف في اللفظ، تخان يعني، أو عندهم نسبة بدانة عالية وكبار في السن كمان، لقوا إن هم خسروا، استخدموا الإل كارنتين، خسروا حوالي 1.3 كيلو جرام أو 2.9 باوند من وزنهم باستخدام الإل كارنتين. بصوا يا جماعة، يعني أنا كناس بنشتغل معاهم في حالات تخسيس والتنشيف وكده، إل كارنتين ما بيساعدش بشكل كبير ان انت تخسر دهون، ولا اي حاجه ممكن تساعدك بشكل كبير ان انت تخسر دهون غير حاجتين: تمارس الرياضه، وان انت تعمل دايت او بالانس الدايت او تخش في رحله دايت بحيث ان هي تخليك تخسر الدهون. كل الدراسات اللي اتعملت دي اجمعت ان لازم علشان خاطر اخسر الدهون، حتى لو استخدم ال كارنتين او استخدم اي احماض امنيه تانية، لازم مو لابد ان انا اخش في دايت، لازم اعمل عجز في السعرات الحراريه، لان مش معقول انا هاخد حمض اميني ال كارنتين، انا اصلا باخده من الاكل وانا قاعد في البيت، الحرق هيشتغل بدون اي مجهود، لان المبدا العام الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من العدم، الطاقه ما بتجيش من العدم، انا ببذل مجهود عشان اخسر طاقه، باخد اكل عشان ازود طاقه، فده الامر. الطاقه هي بقى المعادله الصعبه في موضوع خساره الدهون. فانا شايف ان الناس اللي عايزه تخس ممكن تستخدم ال كارنتين، مفيش مشاكل، بيحسن الوظائف البرفورمانس بتاع الرياضي، الشخص الرياضي، وكتير من الرياضيين بياخدوه، الناس اللي عندهم سي او بي دي، اللي عندهم مشاكل في الرئه او مشاكل في القلب، الناس اللي عندها اوتيزم، الناس اللي عندها، الناس ممكن تاخده عادي، الناس اللي عندها مشاكل في افراز الحيويات المنويه، الناس اللي عندها مشاكل او نقص في الزنك، الناس اللي عندها مشاكل في العقم، دي ممكن تاخد الكارنتين زائد مجموعه من الفيتامينات ممكن تتحصل عليها. فيديو النهارده مش طويل، لكن اتمنى يكون مفيد لكل الناس. لو فعلا لقيت نفسك مستفيد من الفيديو ممكن تعملي سبسكرايب، ده يشرفني. يعني انا حابب برضو اشكر يا جماعه 169 مشترك عندي على القناه، شكرا ليكم جميعا. ده بيحط عليا مسؤوليه كبيره ان انا لازم اقدم لكم محتوى تستفيدوا منه جامد، وان شاء الله انا اكون قد المسؤوليه ديت. الحاجه الثانيه، بعد ما تعملوا سبسكرايب تعملوا شير ولايك ما تنسوش، وكمان اي حد عنده اي استفسار يا جماعه ممكن يسيب لي في الكومنتات، يكتب لي مثلا يقول لي انا عايز مثلا حلقه عن كذا، او عايز اعرف كذا، او 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 اي حاجه متعلقه بالتخسيس او التغذيه او البابليك هيلث او الصحه العامه او كده. شكرا ليكم جميعا، واتمنى كلكم تكونوا قاعدين في البيت وستي ات هوم، وان شاء الله ربنا يزيل الوباء بتاع كورونا، وكل عام وانتم بخير. استنوني الفيديو اللي جاي.